إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نعمة وتعمل لي كده. قلت الله ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاور ملها بقى لما غات لما شاورما هي وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده لغات لما مين اللي كتب لها الجواب؟ ابوي هو اللي كتب لها الجواب. Enemies ahead. अरे यार इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? السؤال الاول ده اختار واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ انت بتستهبل. طب خلاص اول مرة تثبت التثبيتة دي. انت لو بره كنت غزيتك في نظارتك. بص يا بورا هو المتين. هتقولي لما بسمع الاسم ده بترعش. مفسا تاني. مفسا حاجة شايب. أنا محاط بشلة متخلفة. أنتوا عارفين إن أنتوا من دخلتكوا عليا قلت العيال دول مصريين جدعان قوي، وأنت بالذات أسامير. أيوة يا برنس أسامير. أيوة يا برنس أسامير. هو أنا رديت عليه ولا لسه؟ رديت ما ترد تاني يا أخي. أيوة يا برنس. أنت بتفكرني بنفسي أول ما جيت. شافني صدفة واتشن وفي كل حركة بيقلد وانا لسه عندي وبجد لو حد فيكم للهوى عندي شرطة الدوى مش شايف ليكم مستوى ماشي حبيبي يا توكتور. ازيك يا حاجة؟ عاملة ايه؟ رواق الجرجير كويس عشان معفن محدش بياكل. يما في ايه؟ اطلع عيد بالموبايل يا والله العظيم لسه بايع. طب اطلع عيد بالمحفظة. ما انا ما بشيل. انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. ايه المفاجأة دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجة يا لا يا باشمهندس مالناش شوف حاجة. عشان انا بكلم الاستاذ. انت ايه اللي دخلك؟ تسأل كبير المنطقة ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف. واحد بيقول لصاحبه اشتريت امبارح ابل، فالتاني بيقول له بجد مبروك بكام؟ قال له كله ب 15 جنيه. تن 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 تن. ابل اللي هو تفاح ابل، وابل اللي هو موبايل ابل. واحد بيقول لصاحبه اشتريت امبارح ابل، فالتاني بيقول له بجد مبروك بكام؟ قال له كله ب 15 جنيه. تن 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 تن. ابل اللي هو تفاح ابل، وابل اللي هو موبايل ابل. خمسة ضرب ستة كم؟ خمسة ضرب ستة؟ بصراحة ما أعرف أحسب بصراحة. توك تقول مرت علينا. طيب خذ راحتك احسبها. أحسبها؟ لا من غير جوال. ران يا الخلخل يا بيكا عاملين فيها زومبي علموا اللي عاوز عريكا 20 بدي جنبي صحة بتدي عاملة مصيبة خد بالك يا لمبي مجنون مجنون على قد حالي على قد حالي ودنيتي 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 بتوعد ولا توفي هتسع على مين يا فانيلا عالدغر انا شايفك فيلا ما تعيش في برج وتزلة كلها عارفه انك فيلا انا ابعد من تفكيرك وكفاءه زرزر زرازيرك ما تقفش كتير تحكيلك